هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مقر الخاص للقصف والعدوان الإسرائيلي، هذه تقريبا المرة الرابعة. في كل مرة كنا بنعيد بناؤه بشكل أفضل وبشكل أجمل، وفي كل مرة أيضا بتكون رسالتنا لشعبنا ومع شعبنا هي رسالة الصمود ورسالة الثبات. هذا الاحتلال إذا كان بيعتقد بهذه العنجهية التي يمارسها ضد هيك مقرات وضد البيوت الآمنة والمقرات والمؤسسات الإنسانية والمدنية، أنه ممكن يكسر إرادة شعبنا، هو واهم. هذا الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخاصة هان في غزة اللي تعرض إلى 4 حروب، وفي كل مرة بيكون أكثر التفاف حول المقاومة، أقول له بأنه سيستمر في الزحف في مسيرات العودة وكسر الحصار، سيستمر أيضا بمربع المقاومة، وسيستمر أيضا في التمسك بثوابته وبحقوقه بأكمل وجه إن شاء الله. في سؤال أخير، الآن هناك حشودات وتعزيزات ويتحدث الاحتلال بشكل كبير عنها، ما هي رسالتكم لهذه الحشودات والتعزيزات؟ أول شيء التعزيزات والحشودات لا تخيف أبناء الشعب الفلسطيني، والبروباغاندا الإعلامية التي يمارسها هذا الاحتلال بهدف المس بمعنويات ونفسيات الناس ستفشل، لأنه معنويات شعبنا مثل ما أنا أتوى بشوف أصحاب البيوت اللي دمرها الاحتلال بكل هالمعنويات العالية وبكل هذه النفسيات القوية تؤكد بأنه شعبنا سيظل يده هي العليا، وشعبنا سيظل مع خيار المقاومة ومع خيار الثوابت ومع القدس كل القدس، وأيضا مع الأرض العربية الموحدة. لذلك كمان اليوم ها من أرض غزة إحنا بنندد بالقرار الأمريكي باعتبار الجولان جزء من ما يسمى بالكيان الصهيوني، الجولان ستبقى أرض عربية سورية، وإحنا إلى جانب أيضا سورية في مواجهة هذه الغطرسة الأمريكية. حنظلنا صامدين يا حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم يا حبيبي، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، ان شاء الله ربنا الهم عن شعبنا ويزول هذا الاحتلال، وهذا دليل على انهم بتخبطوا وهم في مأزق، وان شاء الله هذا الاحتلال الى زوال باذن الله تعالى، وان شاء الله بيوتنا بتضلها ثابته وبتضلها متجذره في ارضنا، وان شاء الله عيوننا على القدس باذن الله تعالى. وهذا اللي صار ان شاء الله شيء اذى بسيط، لن يضركم الا اذى، وان شاء الله بنعيد بناؤه وترميمه وبرجع احسن من مكان بإذن الله. الله يرضى عليك. السلام. ما عملنا هنا. نشوف بس نزور. طب يلا معك إحنا للآخر. هنا أبو. السلام. سلامي. الحمد لله. رحت البيت. وربنا إن شاء الله يحفظ البيت، وإن شاء الله حيرجع أحسن من مكان. إن شاء الله حيرجع أحسن من مكان. وبعدين أبو محمود ما شاء الله شفت عليه معنوياته عالية، أولاده معنوياته عالية جدا. كيف حالك؟ والله ما شاء الله. هذه بنتي؟ كيف حالك يا محمود؟ الحمد لله على سلامتكم يا محمود. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الله يرضى عليكم ويسلمكم. ان شاء الله بمحمود معنوياته عاليه، ان شاء الله البيت ان شاء الله يرجع احسن من مكان باذن الله من عينينا التنتين. وتضلكم اعزاء، ومعنويات ابو محمود عاليه ومعنويات الاولاد عاليه. الله يسلمك. وبعدين نسيبك ابو حمزه. اوه هذا حبيبي، حبيبنا حبيبنا ابو حمزه، ابو منير، ابو خالد. الله يديمكم، الله يديمكم، الله يديمكم حماتي. البركه كلها، البركه كلها، البركه كلها. ان شاء الله ان شاء الله هذا البيت بيرجع باذن الله احسن من مكان. الله يرضى عليك. وان شاء الله هذا الاحتلال اللي بيعمل هيك في البيوت الامنه هو الى زوال، الى زوال. ما في قوه غاشمه بتعمل هيك الا الى زوال ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لتشريفك يا ابو العربي. احنا لجانبكم يا محمود، شدوا حيلكم ان شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. كلمت عن مديرة